بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى موعدنا مع النوع الثالث من أنواع المدود، والتي تمد بمقدار حركتين. احنا ذكرنا ان احنا عندنا من المدود ما يمد حركتين، وما يمد كم يا شباب؟ وما يمد اكثر من حركتين، سواء كان 4 حركات او 5 حركات او 6 حركات، كما سنتعرف لاحقا بمشيئة الله تبارك وتعالى. اليوم موعدنا ودرسنا اليوم هو مد البدل، كما ترون مد البدل. ايه هو مد البدل يا شباب؟ من يعرف مد البدل؟ اكيد انتوا يعني سمعتوا عنه ودرستوه قبل. ايه هو مد البدل؟ كلمة البدل، يعني اول ما تسمع كلمة البدل تعرف ايه، تستشعر ايه؟ احسنت، شيء بدلناه مكان شيء اخر، هكذا بيكون ان شاء الله معنا مد البدل. لكن تعالوا اعرفوا مد البدل الاول في القرآن الكريم. قال تعريفه هو ان يأتي الهمز قبل المد، ولا يأتي بعده همز ولا سكون. هذا التوصيف اللي احنا هنشتغل عليه في القرآن الكريم، يعني هذا اللي يهمك انت كطالب، باقي الشيء ما يعني بناخد علم ونتعلم، لكن كقارئ قرآن يهمنا ان نعرف مد البدل ان يأتي. وصف معي الهمز قبل المد، يبقى عند حرف المد جي قبله يا شباب، قبله همز. طيب وبعده؟ لا همزة ولا سكون، يعني لا يأتي بعده حرف الهمزة ولا يأتي بعده حرف ساكن. أحسنتم. طيب تعالوا نشوف الأمثلة عشان نوضح كيف هذا الكلام وكيف المد في المد البدل. شوف معايا، اقرأ آدم مرة تانية. آدم، شايف من تعريفات مد البدل يقولون هو كل همز ممدود. أيضا تعريف، كل همز ممدود لأنه مقيد بالهمز، يقول كل إيه؟ كل، شوف آدم آدم، هذه الكلمة إيمان إيمان، هكذا ينطق. أوتو، هذه الهمزة وبعدها ألف كما ترون، هاي همزة بعدها حرف المد، وبعد حرف المد حرف لا هو همزة ولا هو حرف ساكن. آدا إي الهمزة وبعدها الياء، مان من مفتوحة، أوتو الهمزة مضمومة هي همزة وبعدين الواو ساكنة وبعدها حرف متحرك، أوتو إسرائيل إسرائيل، هكذا الهمزة مكتوبة هكذا تحتها الكسرة إسرائيل، همزة وبعدها حرف من حروف المد وهو الياء. أحسنتم. الأولى القرآن، شايف القرآن، هذا النطق السليم. أنبئوني، شوف مد الهم مد البدل هنا جاء في وسط الكلمة، أنبئو هذا المد البدل، وجاء جاء فيها مد طويل إن شاء الله سندرسه لاحقا، لكن إيش؟ أو بعد ما مديت المد اللي هو إن شاء الله اسمه المتصل، جاءني مد الإيه؟ البدل، وجاءوا وآتى آتى وآتى المال. يبقى هكذا يقرأ مد البدل. اللي يهمنا في القرآن الكريم التطبيق الصحيح. آدم إيمان أوتوا إسرائيل الأولى القرآن أنبئوني وجاءوا وآتى المال، هكذا مد البدل سهل وبسيط جدا وما في شيء. هذا هو المد البدل، يمد بمقدار إيه؟ حركتين، آ إي أو، هكذا كما ترون.
لكن اللي يهمني هنا يا شباب ان احنا نعرف ان الهمزة بتاتي في القرآن الكريم على اشكال متعددة. يعني على اشكال متعددة يعني مرة تأتيك الهمزة كما ترون تأتيك على السطر، الهمزة ممكن تأتي على السطر، ممكن تأتي على نبرة، كمان ممكن تأتي كلمة مثلا الآخرة لما تشوفها في المصحف تجدها هكذا الهمزة جاية في النص بين اللام والألف وبعدين كده. فالمهم ان احنا نوصف صح، الهمزة تأتي قبل المد، الهمزة لها اشكال متعددة، تأتي فوق الألف، تأتي تحت الألف، وتأتي على الواو، وتأتي على كذا هكذا ترسم، هذه كلها الهمزة. فممكن تأتيك بأي شكل من الأشكال، يبقى انت تعرف ان هنا ايه مد بدل، طالما جاء قبل حرف المد همز وليس بعد حرف المد، لا همز ولا سكون، يبقى مد. أحسنتم، مد بدل. أيوة كده يا شباب أحسنتم، هذا هو مد البدل. طيب واحد يقول أستاذ أنت الحين بتقول لنا مد البدل ومد لوحده، إيه الفرق بينه وبين مد الطبيعي؟ هو مثل المد الطبيعي، هو همزة مفتوحة وبعدها ألف، وبعدين همزة مكسورة وبعدها ياء، همزة مضمومة وبعدها واو، وكأنه مد البدل. ما الفرق بين مد البدل، وليش جابوا مد بدل وسموه اسم لوحده، وفرقوا بينه وبين المد الطبيعي؟ من يعرف يا شباب؟ من يعرف ايه الفرق؟ نعم احسنت، الفرق هنا يا شباب اول شيء شايف، خد شوف معايا ما العلاقة بين المد البدل والمد الطبيعي. اول شيء في الفرق تعرفه ان هنا هذا مقيد بالهمز، يعني مد البدل مد الطبيعي يأتي في جميع الحروف، يأتيك مثلا باء مضمومة وبعدها واو، باء مفتوحة وبعدها ألف، ياء مكسورة وبعدها ياء، ألف مكسورة أو همزة مكسورة وبعدها ياء، هكذا يأتي في جميع الحروف. أما مد البدل فهو مقيد بالإيه؟ بالهمز، عشان كده خلوه في درس لوحده مقيد بالهمز. كمان حرف المد في الغالب غير أصلي، ودي هنتعرف عليها بعد شوية لما نشوفوا ليش سموه مد بدل. يبقى حرف المد في الغالب غير، يعني في أغلب أنواع أو أمثلة مد البدل تجد حرف المد ماله، حرف المد في الكلمة غير أصلي. ثانيا اختلفوا في مده، يعني المد الطبيعي ومد كم؟ حركتين. طيب مد البدل ومد كم؟ عندنا في حفص أيضا حركتين، وعند كثير من القراء، لكن بعض القراء مثل ورش مثلا يمد أربعة ويمد ست حروف، ست حركات. فإذا هنا يعني ليش ما كان مد الطبيعي هو المد البدل؟ لأنه مقيد بالهمز، يعني في الهمز فقط، وأيضا حرف المد فيه غير أصلي، وقد اختلفوا في مده، أي القراء لم يتفقوا اتفاق بالإجماع على مده حركتين كما في المد الآية شباب أحسنتم، كما في المد الطبيعي. تعالوا هنا بقى نشوفوا، شوفوا يا شباب هذا اللي يكفينا في المد البدل. انت كقارئ قرآن يكفيك ان انت تعرف الهمزة وبعدها ألف، الهمزة وبعدها ياء، الهمزة وبعدها واو، وكل تعرف أن أشكال الهمزات في القرآن الكريم، هذا الذي يكفيك، وبتقرأ القرآن قراءة صحيحة بكل إن شاء الله، يعني بكل إتقان. سبب التسمية، ليش سموه مد بدل؟ مد البدل ليه حكاية يا شباب؟ شايف لا تجمع العرب بين همزتين، ركز معايا هنا، انتبه معايا، لا تجمع العرب بين همزتين الثانية منهما ساكنة. يبقى العرب لا تجمع في كلامها الكلمة الواحدة ما يجيش فيها همزتين في أول الكلمة، إيه؟ همزتين، والهمزة الأولى متحركة والثانية مالها شباب؟ والثانية ساكنة. يبقى لا تجمع العرب بين همزتين الثانية منهما ساكنة، وإن وجد ذلك، لو وجدوا ذلك في كلامهم يعملوا ايه؟ فإنهم يبدلون الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. ديت بنفسرها شوية وبعد إذنكم بنمسح جزء هنا
من السبورة على أساس أوضح لكم هذه المسألة. شوف يا شباب بقول لك إيه، لا تجمع العرب بين همزتين في كلمة والثانية منهما إيش؟ والثانية منهما ساكنة. كلمة آدم اللي معنا على السبورة، آدم هذه أصلها إيش؟ أدم. أصل الكلمة هذا يختص فيه طبعا علم الصرف، وطبعا علم زي علم النحو من علوم العربية علم الصرف. أدم الأولى مالها؟ مفتوحة، والتانية ساكنة. أدم دي أصل هذه الكلمة. إيمان أصلها إيمان، يبقى آدم أصلها أقدم، إيمان إيمان. أيضا عندنا كلمة أوتو أصلها يا شباب أوتو، الهمزة الأولى متحركة والثانية ساكنة. طيب العرب ما فيش في كلامها هذا الأمر، طيب ليه يا شباب؟ لأن هذا فيه صعوبة، فيه ثقل في النطق. يعني ما تجي تقول أقدم على آدم، تجي تقول إيمان إيمان، هي أسهل ولا تقول إيمان؟ أوتو أوتو الأولى ولا تقول الأولى؟ إن هون أسهل أكيد لما تمد هذا المد، آدم إيمان أوتو. عشان كده العرب تخلصوا من هذا. يبقى العرب لما وجدت صعوبة في هذه الكلمات اللي هي أصلها بهمزتين والهمزة الثانية ساكنة، بدلوا الهمزة الثانية، قالوا لازم نشوفوا حل لهذا الأمر. فعملوا إيه؟ قالوا والله نبدلوا الهمزة الثانية، إيه اللي يناسب الفتحة؟ أحسنتم، إحنا قلناها في شروط حروف المد، اللي يناسب الفتحة الألف. الألف لما الفتحة لما تكبرها تأتيك بالإيه؟ يعني لما تمط فيها تمد فيها تزيدها يقول لك هي حركة قصيرة، فلما تفتحها تأتي معاك بالألف، فيبقى آدم. يبقى لماذا أبدلوا هذه الهمزة اللي هنا ألف ولم يبدلوها واو أو ياء؟ لماذا يا شباب؟ قالوا لأن الهمزة الأولى مفتوحة فالألف يناسبها الفتح. لما تيجي هنا الكلام بقول لك كيف إنهم يبدلون الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، فتجدهم في آدم بدلوها ألف. إيمان اللي هي إيمان دي مكسورة، إيمان مكسورة، بدلوا هذه الهمزة إلى ياء لأن الياء يناسبها الكسر. كذلك في كلمة أوتو الهمزة هنا مالها شباب؟ ساكنة. طيب ساكنة وقبلها همزة مضمومة، بدلوا الهمزة الثانية إلى واو فصارت أوتو، ذلك لإيه؟ للتخلص من الثقل في نطق الكلمة العربية. طبعا كلام العرب جاء يعني بالقرآن، القرآن الكريم جاء كما في كلام العرب. هنا عندنا يا شباب كما ترون آدم أصلها عشان إن شاء الله تسجلوا وتذكروا أقدم، وأوتو أصلها أؤتو، بدلنا الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى آدم وإيش وأوتو. طيب كما ذكرت مقدار حرف هذا المد البدل، مقدار مد البدل يمد بمقدار حركتين. أحسنتم يا شباب. هنا بقى هذه نختم بهذه، وهذه نقطة يعني مهمة جدا، حالات مد البدل. إمتى نشوف الكلمة في القرآن ونقول دي فيها مد بدل، وإمتى ينصرف هذا المد البدل إلى مد آخر؟ يعني أحيانا يكون عندك مد بدل لكن يروح إلى مد آخر، ليش؟ لوجود سبب معين. قالوا حالات مد البدل، انتبه معي، ثابت وصلا ووقفا. يبقى مد البدل في هذه الكلمات وهذه الأمثلة ثابت في الوصل والوقف، يعني لو وقفت عليها فيها مد بدل، ولو وصلتها فيها مد بدل. آمنا، سواء أتيت بآمنا
بما بعدها أو وقفت عليها، هي فهمت دي بدل. قل إي وربي، إي وربي، سواء وقفت أو وصلتها بما بعدها. هنا أيضا يا شباب كلمة أوتو، يبقى هذه كلمات مد البدل ثابت وصلا ووقفا. ثانيا ثابت وصلا دون وقفا. لو وصلت الكلمات هذه بما بعدها فيها مد بدل، طب لو وقفنا عليها لا، بينصرف مد آخر، بيروح لمد آخر. كلمة القرآن، القرآن فيها مد بدل، بس في حالة يا شباب في حالة الوصل. وننزل من القرآن، من القرآن فيها مد بدل، فين؟ في الوصل. مآب فيها مد بدل في الوصل. كذلك المنشآت فيها مد بدل لما توصل الكلمة بما بعدها، إنما لو وقفنا عليها بينصرف إلى مد آخر، بنقول والله إيه ده، أنا عندي مد بدل، عندي هنا في مد بدل، وعندي كمان عندي مد إن شاء الله هندرسه اسمه مد عارض. فمن هون أقوى، ده المد العارض أقوى. إذا إيه يا شباب، فحنيجي واخد هذا المد نحوله إلى مد عارض. ده في إيش؟ في حالة الوقف عليها لكن في الوصل. المنشآت في البحر، يبقى هنا فيها مد إيه؟ فيها مد بدل. ثابت وقفا دون وصلا، نحو وجاءوا أباهم. هذا لو وقفنا حنقول وجاءوا شركائي أبائي، فيها مد إيه؟ بدل في حالة الوقف. لكن يا شباب لو وصلناها ده هيبقى عندي مد منفصل، وجاءوا أباهم. طب من هون أقوى، المنفصل ولا البدل؟ ده المنفصل بمد أربع أو خمس حركات، إذا تصرف إلى المنفصل، وإن شاء الله إحنا سندرس لاحقا مد المنفصل والمتصل. ثابت بدءا في حالة الابتداء فقط، نحو ائتوني، ائتمنا، إذا لي، إن شاء الله يعني هذه تحتاج مننا إلى شرح بالتفصيل، نبدأ بها إن شاء الله في اللقاء القادم حتى لا أطيل عليكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.